حماد من اول حراميه شو عندكم هني؟ طبعا اذا سالتهم شو تسوون هني بيقولون ناطرينكم. كات تليفون كات تليفون جبالك اتصل بالشرطه وقول لهم الحراميه عندنا في البيت. لحظه لو سمحتي لحظه بس خلينا نتفاهم. انا اقول لكم كل شيء. ايش تبي تتفاهم عليه واحنا صايدينكم صيد اليد؟ اتصل بالشرطه قبل لا اتصل انا. يلا بسرعه. لا 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 انا اللي بتصل وبيش تثبتين لهم ولنا هالذهب اللي عندك هذا كله من وين لك؟ هذا ذهب مرجي، انت اللي بكتي ذهب مشاحن. مناور مناور على الغلط. اشوفك قمت تدافع عنها. اكيد انت مشترك معاها. اشوفه هي واحده من الثنتين، يا اما انكم تجيبون ذهب مرتين ولا انا اجيب لكم الشرطه. انا اللي بجيب لكم الشرطه، واذا ما عندكم ارقامهم انا بعطيكم اياها يا حراميه يا نصابين. لحظه يا مدام، افا عليك يا مطر، احنا اهل ترى، هذه مي طريقه تفاهم. افا عليكم بري بري. ان شاء الله مناوره. خلنا نمشي وما في داعي للمشاكل والفضايح. الله يخليك. ايش حاجه تخليهم يمشون؟ نبشهم كن باقي شيء من البيت. نبشهم بري بري. يلا يا مناور طيعني بس اسمع كلامي. اطلع برا احسن لك. امشي اطلع برا لا اذبحك الحين. يا مناور اوه طلع من غرفتي. مناور امشي نبشهم لا يكون راسي يسلم اخباركم حراميه يا نصابين. قلت لك يا مناور اصبر لمليون. اصبر نستأذنهم. وانا ما ربي هذا احنا الحين بغينا نروح الداهيه. وين انت بتودينا؟ لا هذا شغل عصابات وحراميه. حتى وينكم اخذين اذن من نيابه؟ كان ما فتش البيت وهلا برا، ولا الدنيا صارت فوضى خلاص، ما في احد يقف بوجهك يا مناور. مدام امل ارجوك هدي اعصابك، احنا نعترف ان اللي صار غلطه غصب علينا، الوالده الله يهداها شيشتنا ولزمت اني ندور جلطه ثيابها، فالله يخليك اللي صار غلطه اعطونا الجلطه واحنا نمشي. يا سلام. انزين انت جاي تدور جلطه امك، والمزيون جاي يدور جلطه ابوه، ولا انا مغفله؟ يا جماعه فهموني، مناور مو غريب، واحد منكم وفيكم. يه بعدين مناور امي لما زعلت راحت قعدت عنده، تضامن معي ندور الجلطه. نسيبكم مناور في شيء. يا سلام يا حمد، تضامنتوا على الشر ما تضامنتوا على الخير. مشكور يا مطر، اي منك اكثر. والحين لو سمحتوا اعطونا الجلطه. امك يتهني وما اعطيتها وي، خذت جنطتها وطلعت قبت والله اعلم وين حطت جنطتها. انا ايش دراني؟ وبعدين ليش انها غلطانه قبت وانحاشت. امي يتهني؟ الوالده يتهني يا مناور؟ يا معود فكنا من امك الله يطول لي امرك. انا تعنيت من هناك اليماني علشان ذياب امك فكنا من امك. هذا اللي متاكد منه يا مناور. اكشف عن ورقك، اكشف عن وجهك ونواياك. اكشف لك اوراقي. تفضل. هذا شنو؟ هذا ذهب مشاحل ولا لا؟ هذا ذهب امرتي ولا لا؟ انا ابي ذهبي منكم الحين يا راعي المبادئ والاخلاق الحميده. هذا انا شاريته من مشاعل، وبعدين الكل عارف منو اللي باب ذهب مشاعل. يا وكيل صاحب العماره اللي ما له اثر، احنا عرفنا عنك كل شيء يا مناور يا نصاب. سمعت قالت وردك. تستاهل اكثر. تستاهل عندك انت. خليك مقولك. احترم نفسك عشانك يا مناور. احترم نفسك مناور. خلاص يبا مناور امشي، خلنا نمشي ونكفي الشر يا معود. يا معود صل على النبي. انت صل على النبي. يلا امشي امشي. اطلع بس اطلع. يا القهر، هم خلهم يمشون عقب ما طاحوا بدينا. مستحيل الذهب يضيع. أكيد أمك الغالية حطته بالجنطة، وأما لحضرتها استغلت الفرصة وخذت الذهب. لكن أنا لازم أعرف وين مكان الذهب. أركد يا مناور أركد. إحنا ما صدقنا على الله نطلع من البيت قبل لا يبلغون الشرطة ونروح فيها. ها أنت تعرف إن اللي سويناه هذا جريمة يعاقب عليها القانون؟ ممكن يتهموننا إن إحنا بقنا أي شيء. حبيبي أنا ما بقى أي شيء أخاف منه، المهم الذهب وأعرف وين مكانه. أنت ما سمعت أمل إيش قالت؟ ما سمعتها تقول إنهم عرفوا كل شيء عني؟ ها معنى هذا حتى مشاعل عارفة اللي هم عارفينه. مشاعل أنا شباط جبدي غير مشاعل. اسمع أنا ياتني فكرة، إيش رأيك؟ أخذ مشاعل
وحذفها بمستشفى الأعصاب واستغل الحالة العصبية اللي عندها وبعدين استولي على فلوسها وثروتها بحكم القانون بصفة زوجها. لا 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 لا, لا. يا مناور ما أنصحك تلعب اللعبة هذه. أنا ياتني معلومات من مصادر أكيدة إن مشاعل دشت المستشفى وتعالجت وصحت, يعني ما فيها شيء. يا حبيبي اسمعني زين, أنا أنصحك نصيحة إنك تستكفي باللي خدته وتختفي من حياة مشاعل ومن حياة اللي يعرفونها بعد. لا 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 مو قبل لا أعرف مكان الذهب وأعرف مكان الفلوس اللي خاشتهم عني. أنت حر, سو اللي تبي تسويه, بس اسمع من اليوم ورايح أحب أقول لك شيء, لا تعتمد علي إطلاقا لا بصغيرة ولا بكبيرة, فهمت؟ حبيبي أنا ما أحب أغرق وياك. أغرق؟ أنا إذا غرقت حبيبي أنت قبلي نسيت؟ ظاهر أنك ناسي, ناسي أنك أنت سبب كل البلاوي اللي أنا فيها. آخ يا حسافة, كنت حلوي قبل لا تظهر بحياتك, كنت قانع بنفسي وراضي وكاف خيري وشري عن الناس. شوف يا مناور, انت كاف خيرك فعلا, انت كاف خيرك عن الناس وهذا ما يختلف عليه اثنين, لكن كاف شرك لا حبيبي, هذا لا يختلفون عليه. نسيت؟ نسيت يا مناور من 20 سنة؟ نسيت يوم تربطني بالسدرة اللي بالشعب وتطقني بحديدة؟ اذا انت نسيت انا ما انسى. عفا عليك, بس عفا عليك وانا اخوك يا استاذ احمد, لا يصير قلبك اسود الله يطول لي عمرك. ولا يمكن, لا يمكن يا مناور انساها طول ما نحي. انا اقول ليش انظهرت بحياتي؟ اخرك ظهرت بحياتي علشان تبي تنتقم مني وخليتني اسوي كل هالبلاوي, وسوستي مثل الشيطان وخليتني اسوي في الناس مقالب علشان أطيح بشر أعمالي, لكن الله سبحانه وتعالى كشفك على حقيقتك وخلى كل اللي سويته صار بمصلحتي. بس بقى شيء واحد, بقى الذهب اللي بقته أنت وأمك وحدان. انزل انزل دام النفس عليك طيبة, انزل. تدري إن الحين أنا بس برد قلبي, انزل يلا خلصني خلنا نمشي يلا. نزلني وانا رفيجك بروح, اني ما عندي سيارة. مالي شغل فيك, اخذ تاكسي خذ وانيت يلا انزل, بعد حط الحزام انزل يلا انزل خلنا نمشي يلا. ايش حقتنا مش مغراضي؟ ايش اللي خايفة منه يا مدام؟ ايش اللي خايفة منه اني اعرفه واني اكتشفه؟ فلوس مشاعل اللي حلفتي 1000 يمين انك ما بكتيهم, ولا الذهب اللي اخذتي قطعة قطعة, ولا تقرير الطبيب اللي يقول ان الله سبحانه وتعالى مقاسم لنا نجيب ياهال؟ شنو؟ حرام عليك عمل, حرام عليك. بس شوف الحالة اللي وصلنا لها, شوفي حالتنا صار فيها. بس كفاية, صبرت عليك مرة مرتين وثلاث وعشر لكن ماكو فايدة. قلت يمكن تصحى يمكن تنتبه لكن ماكو فايدة. أكيد حدا مشاشك علي, إذا بقلبك شي قوله قوله وفكني. شوفي يا أمل, آخر فرصة وآخر مرة أعطيك إياها, تاخذين الذهب وتاخذين الفلوس وتروحين حق مشاعل وتردينهم لها, أو إنك تتصلين فيها الحين وتقولي لها تعالي خذي فلوسك وذهبك وتاخذين سيارتك فوقهم. لا لا, الفلوس فلوسي والذهب ذهبي والسيارة سيارتي. كل الناس اخذوا منها شيء وكل الناس قصوا عليها, ايش معنى انا لا يعني؟ لا, الذهب ذهبي والفلوس فلوسي, ما حد ياخذهم مني.
تمشي بشين عبالك بعطش منهم شيء؟ لا لا، اللي تنازل عن حقه يكون غبي وضعيف، وانا اذكر واقوى منكم كلكم. قولي حق اخوك الفلوس فلوسي والذهب ذهبي وما حد يقدر اخذ مني شيء. يا ما قلت لك، يا ما قلت لك يا مطر، انا ما ابي الفلوس ولا ابي الذهب ولا ابي اي شيء. اذا الفلوس وراها مشاكل انا ما ابيها. لا يا مشاعل، لا، العيب مو بالفلوس ولا بالذهب، العيب فينا احنا، بنفوسنا، بنفوسنا المريضه بالطمع والجشع والحقد. امل، انا ما زلت عند رايي. يا جماعه صلوا على النبي، ايش فيكم انتوا كذي؟ الله يهداك يا مطرش، حق انت بتكبر السالفه. خلاص كما شعلت تقول لك اذا في حق عند امل موجود ما تبي متنازله عنه، وبعدين ما فينا حد ما يغلط الله يهداك. يا مدام شريفه، يا مدام شريفه، اللي يحس بالغلط لازم يحس بالتوبه والندم. خلاص انا تبت وندمت، ايش تبي بعد؟ مو بالكلام يا امل، مو بالكلام يا يبا، بالفعل. رد الذهب والفلوس حق مشاعر، رديهم. لا لا، الفلوس فلوسي والذهب ذهبي وما حد ياخذ مني شيء، سمعت ولا لا؟ خلاص خلاص يا امل، خلاص. انت ادرى مصلحتك ونبذ اللي تبينه، انت حره من اليوم وطالع، انت حره. بس قبل اصير حره احب اقول لك كلمه واحده، انت طالق. رفيجك اللي رابين مع بعض ويدور مصلحتك، كاطلع طول هالمدة قاعد يقص عليك ويورطك ويمشيك على هواه ويستفيده ويستغل طمعك ويدور مصلحته. ترين قاعد تشمت فيني ولا تواسيني؟ من سمعت هالكلام من حمد وانا صاير مثل المينون، أبي أحد أكلمه ويكلمني. ما لقيت غيرك، لكنك زودت همي وبلشني أكثر. شنو اللي تبي تفهمه؟ كلمة حمد لما قال الحين بس برت قلبي، يعني قصده انتقم مني، وأنا ماني حاس نظرني بشيء. عيل شلون انتقم مني؟ شلون؟ يمكن يقصد ذهب مشاعل اللي ضاع منك 70,000 دينار، وهذا أكبر انتقام لك. شلون تبيه ينتقم منك؟ يعني يقطك بالسجن؟ أكيد الفلوس أهم عندك من حريتك. حمد عرف شلون ينتقم منك ويعور قلبك. بس اسكت اسكت، ما أبي أسمع صوتك، حتى أنت من قادر تساعدني وتريحني. زين شلون تبيني أساعدك وريحك وانت بعيد عني؟ وأنا ما بيك ولا بي أحد، طول عمري بروحي وربي نفسي بنفسي، والذهب اللي أخذ حمد وامه لازم أجيبه، لازم. مو مناور، مو مناور اللي ينقص عليه. اسمع، الجماعة على وصول، نزل مظاريف المناقصة معاك. هالمرة بصلخ خيلتهم، بطلب منهم أشاركهم بالنص، بالنصيفة، وإذا ما وافقوا ما راح أرسل المناقصة عليهم. إذا وافقوا زين، ما وافقوا ولا بالطقاق. لا 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 بابا، لا 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 لا، الله يخليك، تعال خذ كرتوناتك هذا كله وروح. صراحة أنا خلاص، أنا مو حمارة القايلة، أنا وايد خايفانة من هذا المسألة. خايفانة؟ إيش منا خايف؟ أفا عليك يا فريد، خايف من مناور؟ مناور هذا قلت لك 1,000 مرة ما عليك منه، لا تخاف منه. مناور مفروض هو اللي خاف منه، مو إحنا نخاف منه. ما يصير يا بابا، شنو أنا ما يخاف من مناور أنا، بس أنا أقول لك هذا الشغل هذا كله، كرتوناتك هذا كله ممنوع. ولين كم كرتون بقى عندك؟ باجي 1 2 3. خلاص عندك 3، باكر الصبح يجيك واحد ياخذ منك كرتون وكرتونين، انا اتصرف فيهم. مالت عليك، انا بغيت اساعدك بس منت كفو. ساعدني؟ شنو ساعدني؟ ساعدني في فلوس حرام؟ الله اكبر،
من امته الحين فريد يتحكى على الحلال والحرام؟ هالطوع هذا شلون ياك مره واحده؟ شنو شلون ياك؟ انا مو بشر، انا هم انا مثل بشر مثلك خالي من العذاب. شوف بابا، انا بسالك سؤال ثاني، انا خلي هذا الموضوع هذا كله قطع على كتر، بسالك موضوع ثاني. بابا كل النفر قاعد يسال عن جنته ام حمد، انت ليش ما يسال؟ ليش ما يسال حمد يا ذكي؟ اذا بقى يسال لا طريقه ثانيه بالسؤال عن اذنك يا الويه الودر. مشكور ويه ورد. وينه بخري؟ وينه فيك؟ من بعد؟ كلش مسوي نفسك ما تدرين. عادل في جيبي. ويا حليلها وتنكت بعد، كلش اسم الله عليك. سمعيني عاد، انا شايفه سيارته تحت وموقفها بعيد علشان ما يبيني ادري انه موجود في البنايه، واكيد جايلك من وراي. وينه فيه؟ عادل زوجي وليس صديقي. عادل ليس هنا. ادري ان زوجك مو صديقك، بس بما انه مو موجود عندك بالشقه ولا عندي ولا عند مناور، عيل وينه فيه؟ ليكون في شقته اللي مسويها مكتب. ربما كانت زوجته معه. زوجته؟ أكيد زوجته نادية، أنت شفتيهم؟ أنا لا أقصد زوجته الأولى، أقصد زوجته الرابعة. الرابعة؟ يا جماعة يا جماعة، شوي شوي الله يهداكم، العمارة متروسة ناس، ما نبي حد ينقد علينا. أنت خايف من السكان ولا من حد ثاني؟ جايب هالبناية بعدي اللي ما تسهل وجهك؟ حشا ما خليها معاك دقيقة واحدة، سيدي ما تقدر تسمع سالفة المستشفى. عيب عيب مستحي على وجهك، عيب. تقول لي أنا عيب؟ أنت تعرف العيب أصلاً؟ سكنت الثالثة في البناية قلنا ما يخالف، لكن تجيب لي الرابعة هني؟ أثاريك تقول لي أنا فاتح مكتب، فاتح مكتب حق الرابعة. عقلي يا مجنونة عقلي، هذه مو زوج الرابعة، هاي سكرتيرة بوسامي كافة فضايح. بوسامي؟ أي بوسامي هذا؟ مدمغة أنا ما أفهم؟ لا وبتزوج هذه عادية مزواج. شريفة هذه ليست زوجته الرابعة. عادل من وريتك حي عادل. دري إذا في بالك شيء قوله. لا أنت إذا في بالك شيء قولي. أنت للحين تفكر في جنطة أم حمد؟ جنطة محمد هذه مأرختني، متعبتني، شاغلة بالي الليل والنهار، خاصة عقب ما عرفت انهم متهمينك انك انت اللي ماخذته. هذا اللي مزعلني ومكدرني. سمعي، احنا عقب ما نرد لها جنطتها نبي نقطع علاقتنا بحمد ومحمد. بس انت قاعد تفكر ومهتم في جنطة ام حمد مو في أم حمد نفسها. أحب أطمنك، خزنة اتصلت وقالت لي ترى هي لقت الجنطة. سج لقت الجنطة؟ ووسطني إني أقول لك أنت ويا حمد إنكم ما تدورونها ولا تدورون على الجنطة. حسافة يا مناور، عقب اللي عرفت عنك وعن ملاعيبك تمنيت انك تتغير، لكن ماكو فايدة. احس انك ساعات ندمان وودك تتغير. ايش يقولون؟ بايع مو شاري، بطبيع ما يوز عن طبعه. مين السحبة ها؟ والليل وانا محظوظ بهالدبلات. كل شيء نصيب. نصيب انت بس اكسبنا وكل شيء نصيب. والله لا يوسف لا تجيبه مرة ثانية وياك. شلون؟ ايه اللي طق الباب الحين. ما عليكم ما عليكم، خلكم مكانكم، كنكم ما سمعتوا شيء. انا بطل الباب لحظه. منو طق الباب؟ انا مناور بطل يا حمد. نعم نعم نعم، وين رايح؟ ايش تبي؟ شلون تبي؟
انت تكلم عند الباب؟ ايه مثلك ما ينقال تفضل، ما يكرم بخيل. يلا ايش تبي قول وخلصني. امك لقت الجنطه. ها يعني اميات عندكم؟ امك لقت الجنطه وانحاشت فيها، وانا ماني مصدق ان امك انحاشت. اكيد هذا ملعوب منك ومن امك علشان تاخذون الذهب. اسمع يا مناور، من بيت مطر لليوم ترى انا ما ادري عن الوالده ولا ادري وين راحت. والله شيء عجيب، واحد امه مختفيه ولا يدري عنها، يقعد يلعب قمار. مو شغلك عاد. وبعدين هي وين تروح مسكينه؟ وين بتروح؟ يا تلقاها عند واحد من الاهل يا عند الجيران، خيرتها بترجع. خوش عيل، مش انا وياك ندور عليه ونشوفه وين هذي وناخذ منها الذهب قبل لا ينباق منها. لو تحنقل يا مناور، ماني رايح معاك اي مكان زين الحين، ماني رايح. حمد عن اللعانه، ترى بطيت شبدي وقربت اجن، تخاف اللي سويته فيني؟ ما شفت شيء تو الناس، هذه البشاره، لا الخير بقبال يا مناور، اصبر بس. حمد ايش قصدك انت؟ شناوي علي؟ ايش قصدك فيني؟ تبي تجنني؟ شلون بتنتقم مني؟ ترى شبيت فيني ضوء. عساك ان شاء الله تشب ضوء وتحترق وانا قاعد اتفرج عليك. اطلع يلا اطلع. اتفرج عليك واكلها بارده مبرده يا مناور، لا هي خاسره ولا هي ماي مايو. اخوي مطر، انت تستاهل كل خير. تفضل اكتب المبلغ اللي تبيه. انت ادري زين يا استاذ عادل اني انا ماني راعي فلوس. ايه نسيت، راح من بالي. الحقيقه يا اخ مطر، انت من تعينت عندنا بالشركه بهالوظيفه البسيطه وانا حاس انك مظلوم. انا بصراحه اوعدك اني احطك في الوظيفه اللي انت تبيها وخلال 48 ساعه. انت عارف طبعا المدير ابو زوجتي وما يرد لي اي طلب. اذا عندك شيء تحب تقوله يا استاذ عادل قوله علشان اقدر اتكلم. تفضل قول، شنو طلباتك؟ قدم استقالتك من الشركة. ها تفجنون؟ يمكن. يا أخ مطر، أنا ماني غلطان، اللي سويته هذا مو غلط، وحتى لو أنا غلطان مو بروحي اللي سويت كذي، وايد ناس سووا مثلي، لكن أنت ما تحس فيهم ولا تعرفهم. ايش تبينا نسوي يا اخ مطر؟ شوف الناس شلون عايشه، قلائل المعيشه وقله الرواتب، ايش تبينا يعني نسوي؟ تبينا نبوق؟ محشوم يا استاذ عادل. اخوي مطر انت فاهم غلط. انا صحيح استفيد من المعلومات اللي عندي بحكم منصبي، وما انكر ايضا اني استفيد انا واللي حوالي، لكن صدقني ان ما في اي ضرر على الشركه، ومستعد احلف لك. ما في داعي يا استاذ عادل، بس انا اللي متاكد منه واثق انك راح تطلع من الشركه هذه فضيحه. اشوفك قمت تهددني بمكتبي، ايش بتسوي يعني؟ لا ولا شيء يا استاذ عادل، ولا شيء، بس تذكر زين، تذكر اني انا اللي جيتك هني على اذنك. اطلب لي النيابه العامه واكتب لي كتاب الاستقاله وجيب لي عشان اوقعني بسرعه. سريع مطر، سريع ولدي، سريع سريع. اي بس طال عمرك مالك اي ذنب يا حضره المدير. انا المسؤول الاول والاخير عن تصرفات عادل وتجاوزها بالشركه وتسيبه. انا المسؤول يا ولدي، انا المسؤول.
الو انت المدير؟ اي نعم. وانا شريفة يا مدير. لا حول ولا قوة الا بالله. يا نيت يا شريفة يا نيت، الله يهداك بالله. الحين فاهمين انت شو استفدتي لما اتصلتي بمدير الشركة وقلتي له عن السالفة هذه كلها، ان عادل متزوج كل هالزوجات هذول؟ بردت قلبي خلاص بصراحة، طقت شبدي، ما اقدر اتحمل اكثر من كذي. كفاية كذب، وعادل مو الرجال اللي ينبكى عليه اصلا. يا سلام، اشوفك ما زعلتي ولا تضايقتي ولا سويتي السوايا هذه كلها لما دريت يا عادل متزوج لينا. ايش معنى الحين؟ ليش حبيبتي نسيتي انت مناور؟ سكتي انطمي سكت. بس عادل مو تتحمل، خلاص الكذب هذا انا ما بيه في حياتي. هذا قص على اربع حريم، واكيد الحين بدور الخامسه، وعلشان يقدر يتزوج الخامسه لازم يطلق واحده من الاربع، ويمكن تكون انا. ليش كذي يا يباي؟ إيه ليش كذي؟ لا لازم ننكشف، انا خلاص تعبت. ليه مو كذي بنت معايشين بخوف؟ كفايه خلينا نقدر نواجه العالم. الو هلا محمد، هوينك انت؟ وين رحت الله يهداك؟ مناور قاعد يدور عليك ما داوم، يدور عليك انت ويا الجنطه. شنو؟ وش اللي وداك هناك؟ الله يقطع سوالفك يا محمد. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله على خير، مع السلامه. ولا اقول لك محمد، حجزي لنا غرفتين معاك، احنا جايينك بنشرفك انا ويا شريفه. مع السلامه. غرفتين؟ ليش قاعدة في فندق؟ لا والله يا حبيبتي، راح الدار المسنين أحسن لها، ارتاحت وريحت. وانتي صادقة، ارتاحت وريحت، أبرك لها من حياة الكذب هذه. إيش قالت هالجنطة؟ صدقين ما تدري عنها شيء. وبعدين بصراحة يا شريفة أنا مصدقتها. إنزين أنا الحين بسأل سؤال، مناور ليش مهتم لها الدرجة بالجنطة؟ انتي ليه الحين ما دريتي؟ للحين ما عرفتي ليش مناور مهتم؟ لا حبيبتي مهتم علشان ما دام تلوليه. I'm number 4. شنو؟ نمبر 4؟ yeah. ولينا نمبر 3 وانا نمبر 2. هل انت نمبر 1؟ ايه. هلا والله هلا. يا حليلكم متجمعين على خير ان شاء الله. يا حليلك يا عادل متزوج الامم المتحده. انزين كان ناديتيني علشان اتفرج،
انزين الحين عادل وين فيه؟ ما ادري عنه، الشرطه تدوره من صوب وحريمه يدورونه من صوب. انزين انت الحين متاكده ان مناور بي؟ لا مناور تطمن ما راح يجي، هو حالف قال ما يرجع البنايه الا لما تكون الجنطه وياه. عسى الله يوفقه. منو؟ انت حمارة القايلة؟ ايه انا صبر شوية صبر الان نجي. بابا احمد يقول انت يبي 2 صندوق صح؟ عدل زين صبر شوية هين يجيب. طلال ولدي. يا سلام وانا الغبي طول هالمدة على بالي فعلا طلال ولد خالة شريفة. تذكر لما قلت لك انك انت حسبة عمي وهي حسبة امي؟ هي اذكر بس انا على بالي مقدرني محترمني حاشمني موجبني ما ادري تقص علي وتجنبز. طيب يا مدام مشاعل يا ام طلال قولي لي بالله بعد من هو يدري ان طلال ولدك؟ الكل يدري يا مناور واولهم حمد ومن زمان من زمان يدري حمد وشريفه وعادل وفريد اليوم العصر دره. حلو 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 وعسل عسل. انا الغبي أنا اللي ما أفتهم لا وعلى بالي أنا أسكت مسكت بالذكاء على بالي أنا يعني أذكى واحد بالدنيا طلعت لا أنا أغبى واحد لا وطلعت خرطي. لا وبشرك بعد يا مناور طلال شرى منك البناية ببلاش. شرى مني البناية ببلاش؟ شو؟ ماني فاهم. طيب والشيك؟ الشيك ابو 850,000 دينار. نقعه واشرب مايه. يعني انا خسرت كل شيء؟ ما بقى عندنا شيء؟ صفيت على الحديده؟ ما بقى الا ملابسي تاخذونها؟ لو على مقاسي كان اخذتهم. صدق يا مناور انا ماني زعلانه انا مستانسه. اضحك يا معود اضحك ايش ماخذي منها. لا على رايك صح احنا فعلا ايش ماخذي منها.
يقين فيها يعني؟ شوية إذا أنا خسرت كل هذا؟ ما فيها شيء يقين، ما فيها شيء شيء عادي. أنا طول عمري ريال كريم، أنا ريال قط نطب ألف دينار، أنا مالي مهاشر فلوس. لا أنا مستهن. مناور مناور هذه كل شيء فجأة طبيعي. أنا ما خسرت شيء، أنا مليونير، أنا كبير، أنا ما حد عنده كثير. أنا ريال بغير. أنا لا ما في شيء. أنا وقفت الشارع وقلت يا الله من مال الله يا كريم، يا الله من مال الله. لا عدل، لا أنا ريال غني، أنا ريال عندي ملايين ملايين، كان ملايين دنيا ملوتي. مصطفى أنت أسحب أول حد مكانكم، لا تحركون. بابا هذا بابا حمال، هذا خلاني على شكل هذا، والله هذا هو كل مشكلة. بس ولا كلمة. سويتها يا فريد، سويتها يا نذل، لكن هين أنا وراك بالزمن طويل. وانت بعد ولا كلمة. دوهم دوهم. كافي يا مناور كافي، خلاص أنا سامحتك. سامع يا زلال، مشاعل مسامحتني، يعني أنا غلطان. حتى أنا يا مناور غلط، أنت كذبت علي وأنا كذبت عليك، وحياتنا بدت بكذبة. هي لازم تنتهي بكذبة. لازم تنتهي بكذبة. على بالكم أنا ما أدري عن شيء؟ لا أنا أدري عن كل شيء، أنا أدري عن كل اللي صار، كل شيء واضح عندي ومعلوم وأعرفه زين. أنا أدري إن طلال مولدك. نعم طلال مولدك، واخروا عني واخروا عني، أنا بطير في الطيارة، خلوني أطير في الطيارة. لحظة لحد يقرب، خلعت جناحات الطيارة أول شيء وسكانها بابا مزاي. أنا مو مهات القايمة، مطر ما يحتاج وصيك، وصيتك الوالدة إذا سألتك عني قل لها راح في بعثة علمية وله راد إلا معاه شهادة الدكتوراه. تصفيق رجال، حياكم والله، انتم معزومين عندي في قصر جديد،
يا هلا ويا مرحبا فيكم، معزومين عندي على الغداء، انا بانتظاركم، حياكم الله، بس رجاء كل واحد يجيب غدا معاه، حياكم الله، يا هلا وسهلا، اهلا ومرحبا، حياكم الله في قصر الجديد، يا هلا ويا مرحبا. بسرعة بسرعة قبل العيون، يلا بسرعة بسرعة قبل العيون. عادل عادل مطر